مضبوط، خلينا نعمل ريكورد. ماشي، طيب الله يعطيكم العافية جميعا، ومنرحب فيكم ومشكورين. طبعا ما تزود تقدر تفتح المايك عندك إذا بتحب تشارك بسؤال، لأنه احنا عددنا قليل واللي بدخل بسأل اللي بده إياه. ماشي، باشمهندس جزاك الله خير، شكرا. الله يعطيكم العافية جميعا. طبعا المحاضرة احنا هنا سجلناها وراح ننزلها على اليوتيوب كمان، خلي العالم تستفيد اللي ما بيقدر، بجوز الوقت ترويحها مش ترويحها إذا ماشي الحال. يلا نبدا. يعطيكم العافيه جميعا، وشكرا لكم على حضوركم. طبعا مهندس ايليا ومهندس داود وكل من سيحضر معنا لاحقا ان شاء الله. الله يحييك. في الاونه الاخيره كثر طبعا الكلام على موضوع الاير فلتريشن ومواضيع تنقيه الهواء، وشو بدنا نستخدم بالمطاعم وبالمدارس والمقاهي وبالكذا والى اخره. كان التركيز كله مصبوب يعني تقريبا على كل للاسف طبعا، لان سوقنا شويه يعني الوعي قليل، التركيز كان مصبوب على موضوع الالترا فايلت لايت فقط. وعرش الزملاء يمكن بيشاركوا لي نفس الراي، يمكن سمعنا من اكثر من جهه ومن وحتى الجهات اللي بتحاول تجيب يعني سوليوشنز بتركز على الالترا فايلت لايت. مزبوط ولا تقريبا بنحكي على نفس الصفحه؟ هلا الالترا فايلت لايت هو حل كويس وحل جيد وحل ممتاز لبعض الامور، لكنه مش حل مناسب لبعض الامور الاخرى. حلو محاذير وإله أشياء كثيرة مراعاتها صراحة لما إحنا نحاول ندخل الألترا فايلت كحل من الحلول. البرزنتيشن هذه البسيطة إن شاء الله رح نحاول يعني نلخص الأمور بطريقة إن شاء الله علمية تكون والكل يستفيد. هاي المحاضرة هلا إحنا في البيئة الداخلية أو في أي مكان أي بيئة مكان لتقليل كمية الملوثات الموجودة داخل الحيز اللي احنا بنشغله. تمام، طبعا هاي الملوثات هي اعداد كبيرة، وزي اللي تابعوا معنا بمحاضرات سابقة عندي انا حوالي اكثر من 8 او 7 او 8 ملوثات، من ضمنها زي ما حكينا سابقا الغبار اللي تابع معنا، الغبار والبكتيريا والفيروسات والعفن والفطريات والالياف والفورمالديهايدز اللي كنا نسميها الفولاتايل اورجانيك كومباوندز، والبولين اللي هو حبيبات الطلع، وفي الغازات الاخرى اللي منتشره في الطبيعه او بتكون جنريتد من عامل التنفس الانسان. الالترا فايلت راح نحكي عليها، نحاول نوضح بعض الامور المهمه جدا فيها، بحيث اللي بيقدر يعني تعرض عليه هذه التقنيه او بيحاول يسوقها او بيحاول يشتغل فيها يكون مركبها بطريقه فعاله وبطريقه امنه وبطريقه صحيحه فعلا. على موضوع الالترا فايلت لايت طبعا بس مدخل علمي بسيط. طبعا الاشعه فوق البنفسجيه بشكل عام موجوده في الطبيعه يعني من الشمس وموجوده بالاشعاع الشمسي، وبتتراوح طبعا اطوالها الموجيه من نحكي 20 نانومتر الى تقريبا 400، وفي شيء اكثر اللي بيكون طبعا خطر مرئي، لكن هذا موجود ضمن الطبيعه. واستخدام الالترا فايلت لايت بشكل عام في الاندستري وجد من فترات طويله، من حوالي سنه 1800 استخدم الانسان الالترا فايلت في عمليات التعقيم من الفيروسات ومن الميكروبات، لكن بطرق بدائيه شوي. كان اول استخدام علمي تقريبا للالترا فايلت لايت بسنه 1908 تقريبا بفرنسا، واستخدم اول ما استخدم لتنقيه وتعقيم مياه الشرب. هذا اول تطبيق كان عرف فيه الالترا فايلت لايت، وبدات بعدين الابحاث تتوالى والمنتجات تتطور، ووصلنا لمراحل نقدر نستخدم فيها الالترا فايلت لايت لتنقيه الهواء او تنقيه الاسطح بضوابط معينه وبحدود معينه موجوده عندنا. باختصار سريع، الالترا فايلت لايت هم عباره عن المتعارف عليهم ثلاثه، بنسميهم ثلاثه باندز، UVA والبي باند والسي باند. الاي باند بتراوح طول الموجه حوالي 315 نانومتر ل 400 نانومتر، والبي باند بتراوح طولها من 280 الى 315 نانومتر. وبس للمعلومه العلميه، احنا بنستفيد من البي باند في توليد فيتامين دي في الطبيعه او في داخل الانسان، جسم الانسان بلزمنا البي باند الطبيعي اللي جاي من الشمس في مساعدتنا في توليد فيتامين دي. لان المهم عندنا في الاندستري وفي الصناعه اللي هو اللي اثبت كفاءته فيه البكتيريات وفي الفنجس وفي العفن، وبدنا نلاحظ بس بنركز احنا على مصطلح البكتيريا والعفن، لانه لا زالت دراسات على الالترا فايلت لايت سي الجرميسايدال اكثر الدراسات معموله على البكتيريا، لانه ثبت فعاليته على
زي ما رح نيجي على السلايدات القادمة على الـ DNA للبكتيريا. أما الفيروسات اللي ما فيها DNA فهي فيها RNA تقريباً، لا زالت الدراسات على فعاليته بالنسبة للفيروسات فيها عليها كلام إذا استخدم الـ UV light لوحده. لذلك زي ما راح نشوف السلايدز القادمة شو ممكن نستخدم السوليوشن بطريقة صحيحة وشو ممكن نحط معها. السي باند اللي احنا بنستخدمه أو الألترا فايلت سي اللي هو الجيرميسايدال، النانوميتر عنده من 100 إلى 280، وجد إنه الإفكتيف طول موجة فعال لقتل الجراثيم نحكي أو البكتيريات هو من تقريباً 260 نانوميتر، 255، 257 حسب المنتج والدراسة وحسب الكفاءة اللي يصنف عليها المنتج الموجود. تمام؟ هلأ بشكل عام الـ UVC emitters زي ما حكينا هذا الهيستوري التاريخي جينا عليه، طبعاً بلزمنا دائماً في الـ ultraviolet lights يكون عندي إيميتر له شدة إشعاع معين، هذا واحد من طبعا هاي المواصفات كل موجودة عند المصنعين دائما، لكن بيهمني يكون الإنارة أو اللايت ذو إشعاعية شديدة، وكمان يكون عندي الانتنسيتي يعني كمية الإشعاع كمان كافية لقتل أو التعامل مع الجراثيم ومع الفيروسات ومع البكتيريات اللي ممكن تنوجد عندنا في الطبيعة. الالترافايلت لايت بشكل عام اذا كان المنتج تيستد وسيرتيفايد المفروض انه يطلع لنا اول محذور يعني من محاذير الاستخدام موضوع الاوزون جينيريشن. اليو في لايتس بشكل عام نحكي المصنعه بطريقه صحيحه واللي بتستخدم مواد علميه مدروسه ما فيها جينيريشن للاوزون، فهو باعتبار انه امن من حيث جينيريشن الاوزون إلا ما ندر بنسب بسيطة ولا تكاد تتعدى نسب المسموح فيها بآشري أو في الإيبا اللي هي تقريباً 0.05 ppm تقريباً حسب الآشري ما بتحكي، والإيبا بيحكي على 0.08 على 8 ساعات من مدة التعرض للألترا فايلت لايت. تمام؟ ويفترض لما أنا أستخدم نظرية أو أستخدم الألترا فايلت لايت يكون عندي ضمان من المصنع أو من المصمم للنظام بحيث يكون عندي microbial reduction نسبة التخلص من الميكروبات ما يعادل 95% كفاءة efficiency اللي هي الميكروبات اللي معروفة اللي قطرها 0.3 micron 0.2 micron 0.4 micron 0.1 micron إلى آخره من الفيروسات اللي أو البكتيريات نحكي أو ناقلات الأمراض الميكروبية الموجودة عندنا في الطبيعة. تمام؟ طبعا التطبيقات اللي كلنا نعرفها قبل ما تدخل علينا مواضيع الكورونا بشكل عام، احنا بنستخدم الالترا فايلت لايت عاده في غرف عزل المرضى او غرف الانفكشن رومز اللي مريض مرض معدي او انسان بدك تعزله من بيئه حواليه ممكن تؤدي الى مرضه او الى تاثير عليه بطريقه قاتله، اللي هم مثلا نحكي الامراض او الناس المريضين بامراض معديه او امراض نحكي زي مرض الايدز اللي مناعته قليله، مثلا الناس اللي عندها مناعة قليلة دائما بدنا نعزله عن البيئات الملوثة حتى نقدر إحنا نحافظ على حياة هذا الإنسان. وبالعكس الإنسان اللي مريض مرض معدي زي مثلا الكوفيد 19 هلا المرض هذا بنحطه داخل infectious disease control room وبنحطه طبعا داخل غرف عزل المرضى. خلينا نشوف مهندس داود طالع عندك صور. مهندس إيليا سامعني؟ مهندس داود بيحكي إنه ما في صوت وصورة مسموع؟ لا طالع هلا الصورة طلعت بس الصوت مسموع. صوت مسموع يمكن الصورة شوي. أوكي تمام هيك الصورة طالعة؟ هلا صورة fixed picture لك مش لايف يعني طالع أنت. الصورة طالعة لايف ولا مش طالعة لايف؟ لا مش لايف طالعة الصورة بس الصورة لك وال as a background. طيب خليني أنا أرجع أعمل شير مرة أخرى دقيقة بس هيك تمام؟ لا as it is ما في شيء طيب تمام؟ طلعت الصورة؟ طلعت سلايد مهندس؟ سلايدات ظهرت تمام طيب ممتاز. يعني هذا السلايد شفتوه؟ هذا اليو في سي اوكي سي هذا شفناه تمام. هلا المتعارف عليه قبل ما نحكي موضوع
الكورونا بشكل عام ما يطلع، احنا كنا نستخدم الالترا فايلت لايت غرف عزل المرضى، من غرف الانفكشن كنترول، من غرف في حتى في غرف الاي سي يو، حتى في غرف الاي سي يو، وكنا نستخدمها بشكل كبير في المينتنس دائما. التركيز عليه كان للكويلات، هذا جزء مهم من عمل الالترا فايلت لايت. وهلا بنحكي ليش هو افكتيف اكثر من غيره، او يستخدم افكتيفلي في تنظيف الاسطح او في تعقيم الاسطح بالذات الكويل. ماشي. طبعا خلينا نحكي شويه محاذير، يعني شو بياثر وشو ما بياثر على الالترا فايلت لايت. الالترا فايلت لايت طبعا عباره بيشتغل على مبدا اللي هو ديستركشن، اللي هو الانتر اكتيفيشن، يعني بتفاعل او بدمر الدي ان اي للبكتيريا. لذلك هو دائما فعال على اي شيء في دي ان اي فعال عليه. الفيروس زي ما حكينا شويه عليها بعض الملاحظات انه بياثر فيها ولا ما بياثر، هل شغله فعال على الار ان اي؟ لا زالت في ابحاث وفي دراسات ما اكدت هذا الموضوع، لكن هو فعال في موضوع البكتيريا بشكل كبير وبشكل سريع. تعالوا نشوف هلا المحاذير اللي ممكن نستخدمها. اول شيء درجه الحراره والسرعه اللي لازم اتعامل معها بالنسبه للانستاليشن تبع اليو في لايت. اول شيء الالترا فايلت لايتس جيرميسايدال اللي هي السي تايب بتشتغل بكفاءه ما بين حراره تقريبا درجتين مئويه الى 57 درجه مئويه. تمام. يعني اذا كان الهواء او بدي اعقم مي او كذا، او بدي اعقم مثلا شيء معين فيه سائل معين او هواء معين، درجه حرارته بين 2 وبين 57 بتكون كفاءه الالترا فايلت لايت عاليه وشغال بطريقه جيده. هذه اول وحده. بالنسبه للسرعات الان طبعا التمبريتشر هذه ما اختلفنا عليها، تطبيقاتها يعني بتشتغل تكييف بيشتغل تدفئة، لكن في ملاحظة بسيطة، إذا كان الكويل بستخدم أنا فيه مي ساخنة، حيث بستخدم مثلاً شغر بالصيف بيعطيني برودة، حرارة المي تقريباً 5 إذا كان ديستل كولينج، أو 7-12 إذا كان شغر عادي. فبالتالي إذا أنا بستخدم الشغر نفسه الهيترينج، بدي أنبه على الصيانة إنه حرارة المي داخل الشغر ما تنزل عن أو ما تعلى عن 57 درجة، لانه بيبدا عمل الالترا فايلت لايت شويه كفاءته تقل على النقطه هذه. فبالتالي بدنا نراعي شوي كمان موضوع الالترا فايلت لايت. اذا انا بخطط احطه على الكويل بشكل عام بفكر فيه 100 مره قبل اني هل انا بدي استخدم هيتنج كويل في مي الحراره راح تكون عاليه عليه كثير ولا لا. اذا الحراره اعلى من 57 انا فقدت كفاءه الالترا فايلت لايت. وهلا بنحكي ليش لما الالترا فايلت لايت يفقد كفاءته بصير كانه تقريبا تاثيره صفر بالنسبة للتخلص من البكتيريات أو من العفن أو الأمور اللي ممكن تتراكم على الأسطح. تمام. الانرجي ديجريديشن أوفر تايم، الألترا فايلت لايت بفقد من خلينا نحكي قدرته أو كفاءته بالوقت مع مرور الوقت. أول شيء العمر المدة الزمنية اللي بتمشي عليه حوالي بتحمل تقريبا لغاية 9000 ساعة. هذا التست المعروف على الالترا فايلت لايتس اللي عليها فحوصات باليو ال او ما يشابه ذلك في اوروبا، بيكون عندي اللايف تايم تبعها فعليا حتى تضل كفاءته 80% فما فوق تقريبا 9000 ساعه بالضبط. تمام. بعد 9000 ساعه لغايه 12000 ساعه بتصير كفاءته تقل عن 80%، فبالتالي وقعنا في منطقه خطره اذا انا معتمد عليه في تنقيه السيستم من البكتيريات او من الميكروبات او من الفيروسات. لذلك لازم نراعي موضوع التايمينج وموضوع تبديله بالوقت المناسب. هلا من الاشياء الاخرى اللي بتاثر على كفاءه الالترا فايلت لايت عدم وجود فلتر دست عالي الكفاءه، وكان تقريبا المينيمم نيرف 11. واشر بتحكي كمان على بعض الابلكيشنز والمصنعين بفضل يكون قبل الالترا فايلت لايت شيء قريب النيرف 13. احنا عندنا في الاشر اللي بالشغال على النيرف كودنج الامريكي اللي هو ال 55 وما شابه، بلاقي انه الميرف 11 للميرف 13 هم تقريبا واقعين بنفس درجه الفلتر. الفلتر ريتنج من 11 الى 13 تقريبا نفس المواصفات ونحكي نفس الكفاءه. فبالتالي ميرف 11 تو ميرف 13 لازم يكون موجود قبل وجود الالترا فايلت لايت بشكل عام. تمام. الان نحكي على كفاءة مثلا الريفلكشن اوف بينام لاينر. هذا موضوع مهم جدا لما احنا بدنا نركب الالترا فايلت لايت
بده يكون شوي بعيد عن منطقة اللاينر. إذا كان داخل الـ HU في عندي لايننج خاص، لأنه راح يأثر على التكستشر تبع اللايننج بشكل عام. لسه السلايدات طالعة والصوت واضح؟ مهندس سلايدز واضحة والصوت واضح؟ لا واضحة واضحة. طيب ممتاز. فبالتالي بده يكون راكب في مكان مثلا اما بعد الكويل او حسب طبعا الريكومنديشن، لكنه بركب عاده بعد الكويل حتى ما ياثر على ما قبله من التكستشر تبع الفلترز اللي هي كفاءتها اقل من 13. هذا واحد برضه من المحاذير المستخدمه. اذا حكينا درجه حراره وحكينا سرعه مهمه جدا انها تكون سرعه ما تكلمنا عليها، سرعه اللي بنيجي عليها، السرعه اللي لازم تكون موجوده على الهيبا فلتر على الالترا فايلت لايت حتى كفاءته تضلها عاليه جدا على حوالي تقريبا 500 فوت بير مينت. لذلك دائما بنلاقي اكبر. تفضل مهندس داود بدك تسال. لافو مهندس داود بدك تسال سؤال. في وصل لي رفع ايده المهندس. طيب على العموم موضوع السرعه موضوع مهم جدا. السرعه اللي بنحصل عليها على كفاءه عاليه للالترا فايلت لايتس اللي هي السي تايب او الجيرميسايدال هي سرعة الـ 500 فوت بير مينت، وكلنا بنعرف كمهندسين تكييف انه هذه هي السرعة اللي بنعمل سيلكشن عليها للكويل في الاير هاندلنج يونت او الفلترز وما شابه ذلك. مزبوط مهندس إيليا؟ صحيح معلم. لذلك الالترا فايلت لايتس هو يحبذ دائما استخدامه في الاماكن اللي سرعتها تقريبا قريب الـ 500 فوت بير مينت. وهي السرعة تقريبا ما بنلاقيها موجودة الا في قريب الكويل، ومن الصعب ضبطها الا لما يكون عندي انا وين عند الاوتلتس تقريبا بتكون السرعات واطيه شوي. تمام. هلا بضل المحاذير اذا بدي احطه عند الاوتلت انا وصلت لمرحله المخاطر اللي ممكن تنجم عن الالترا فايلت لايت من حيث انه المينتنس يشوفه تاثيراته على الجلد تاثيراته على الصحيه على الناس. هذه راح نناقشها بالسلايد. فبالتالي انسب مكان دائما لتركيب السي تايب او لتركيب الالترا فايلت هو على الكويل لتنظيف الكويل وتنظيف بالذات سطح الكويل. هلا اذا حكينا الالترا فايلت لايت بدنا نخليه ينظف الهواء ماشي which is good هو راح ينظف الهواء، لكن الالترا فايلت لايت المعلومه العلميه الحقيقيه انه بياخذ وقت تقريبا عشان يقتل البكتيريا او العفن او الكونتامينت الموجود بده مده تتراوح تقريبا. طبعا في الالترا فايلت لايت بتاخذ وقت اطول، لكن علميا والمواصفات العالميه وغيرها واللي بيشتغل بهذا المجال حتى الاستشاريين والريكومنديشن من المصنعين ومن اشر ومن غيرها انه لازم خلال ساعه او اقل بيتم القضاء على الميكروب وعلى البكتيريا. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، انا عندي هواء دخل على الماكينه وطلع، كم مده زمن اللي راح يمر فيها على الكويل؟ ثانيه ثانيتين ثلاث ماكسيمم. مزبوط ولا مش مزبوط؟ فبالتالي اذا تركب الالترا فايلت لايت لوحده فقط لا غير بعد الكويل بدون ما يكون شيء يعيق البكتيريا او الفيروس بعده، على سبيل المثال لو بده نحكي انه اليو في بيشتغل على الفيروس وسلمنا بذلك، لازم يكون عندي اتس ا ماست انه يكون عندي هيبا فلتر مباشره بعد الالترا فايلت لايت. حتى ليش؟ لانه الهيبا فلتر بيمسك الفيروس عنده، الالترا فايلت لايت بضل يعطيني ايميشن اشعاع لغايه ساعه معينه. فبالتالي خلال هاي الساعة بتم القضاء على البكتيريا وعلى الفنجس الموجودة إما على الكويل مستقرة على الكويل وهو قريب منه، أو اللي بتستقر على داخل الهيبا فلتر، أو ممكن نستخدم ألبا فلتر حسب القدرة وحسب طبعا النظام كيف ماشي. لذلك مهم جدا بعد الهيبا فلتر حتى نقدر إحنا نخلي كفاءته عالية إنه نحط بعد عفوا الألترا فايلت لايت ينحط دائما نير H13 فلتر اللي هو الهيبا فلتر او فلتر اكبر منه. لذلك لما يصير عندي انا ابجريد الان على بعض السيستمز الموجوده واحط بس الترا فايلت لايت فقط لا تشتغل. الالترا فايلت لايت عباره عن مكان بيمر منه الهواء يمكن يفلتر له 5% 7% 4% شو ما كان. اذا ما كان بعد الفلتر بعد الالترا فايلت لايت فلتر ما بيكون عندي قدره للفلتر انه يشتغل على موضوع البكتيريا بشكل عام، وبنكون احنا ركبناه بطريقه خاطئه. لذلك مباشره لازم اركب الفلتر يكون هيبا فلتر حتى يمسك البكتيريا عنده او ذرات العفن او ذرات شو ما كان، ولو حتى جزمنا انه بيشتغل على الفيروسز حسب الدراسات الحديثه اللي بتطلع انه لسه ما اثبت انه شغال على الفيروسات، لانه زي ما حكينا فعال على الدي ان اي وما ثبت حاليا خلال ريسيرش انه فعال على الـ RNA، لكن احنا بنحكي انه خليه يشتغل عليه. ما
بضل لازم احجز انا وراه هيبا فلتر حتى يمسك البكتيريا، وبالتالي ياخذ وقت الالترا فايلت لايت خلال ساعه بيقوم على الشغل على الدي ان اي وقتلها. العمليه الشغل على الدي ان اي ما بتاخذ، يعني اللي بتخيلها انا بتفكرها اذا مر الهواء على اليو في هاي وتفلتر وخلص، هذه المعلومه خاطئه، بده شغل ووقت عليه اكثر من ايون، ممكن تاخذ 10 دقائق 5 دقائق 3 دقائق حسب كل نوع فيروس او بكتيريا او نحكي العفن الموجود نوعه والهيستوري تبعه ومستعمراته وكميته الى اخره. هاي برضه من المحاذير المهمه اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار اذا انا بعمل ريتروفيتنج لاي سيستم معين، ونحكي هندسيا وعلميا ما بصير لحاله او نترك الالترا فايلت لوحده، لازم وراه مباشره فلتر عالي الكفاءه باقلها هبه فلتر. الان عشان نخفف موضوع البريشر دروبس الموجوده عندي بسبب الهبه فلتر، تمام، لانه السيستم ما راح يشيل، اذا انا عندي اير هاندلنج يونت لمستشفى ما او لمكان ما حوالي مثلا 10000 سي اف ام، وبدي احط انا الترا فايلت لايت على الكويل والهدف منه تنقيه الهواء وتعقيمه، ما راح يتم ذلك الا بهبه فلتر. تمام، هلا الهبه فلتر راح يرفع لي البريشر دروب على الماكينه حوالي 180 باسكال انيشال، ولما ينتهي بنتي يمكن عند 280 او 290 باسكال. لذلك الالترا فايلت لايت ممكن تحطه، لكن بتحاول تدور على سوليوشن ثاني، والسوليوشن الثاني الموجود يعني متوفر كثير انواع فلاتر، واللي بعته الزميل مهندس ايليا امبارح بعت لي يعني شير لطيف على الواتساب، فيه فعلا تقنيات جديده بسموها الفوتو كاتاليست او الفوتو اوكسيديشن او الى اخره، او الفوتو مثلا شو ما كانت مسمياتها. بتقنيات الفوتو كاتاليست هذه بتفيد جدا في مساعده في عمل الالترا فايلت لايت، اصلا هي عباره عن تقنيه اكويبد معها الالترا فايلت لايت، لكن الفلتر اللي وراه هو ميرف 13 بالمينيمم، فبالتالي بيعطيني سماحيه اني انا امسك الفيروس او البكتيريا او وات ايفر العفن، اذا طبعا الفيروس اذا صح الشغل عليها، فبالتالي بيعطيني وقت امسكها، وبالتالي باخذ وقت اليو في لايت حتى يقتلها ويشتغل على الدي ان اي اللي عليها ويقتلها. هذه طبعا اهم يعني المحاذير اللي احنا لازم ننتبه عليها لما نعمل ريتروفيت، سواء كنا بنعمل نحاول نحسن الهواء في مطعم في مستشفى في المهندس راهي بيحاول يفوت، فاذا بنحاول نعمل ريتروفيت لشيء معين الالترا فايلت لايت ليس هو الحل المثالي لوحده اذا تم تركيبه، ليس الحل المثالي وحيدا. هلا رح نيجي بالسلايدز اللي بعد على مهندس، لسه طالع السلايدات صح؟ امبلا طالع، ممتاز تمام. حكينا طبعا على المحاذير. هلا مثلا العمر الالترا فايلت لايت كمان لجماعه الصيانه اذا ركبوا مثلا قرروا يروحوا لخيار الالترا فايلت لايت، انا هندسيا وعلميا بشوف انه تركيبه فقط على بعد الكويل لتنظيف الكويل هذا شيء ممتاز، تمام. وكمان يشترط انه يكون اذا بدي اياه يعقم الهواء، هلا عندي شقين صار من الموضوع، موضوع تعقيم الهواء وموضوع تنظيف الكويل. موضوع تنظيف الكويل كثير ممتاز شغال، لانه الذرات راح تستقر على الكويل سواء كانت غبار عفن، حتى المويستشر كونتنت اللي ممكن يتكون على الكويل بتساعد الالترا فايلت في تنظيفه لانه مستقر على الكويل وما بهرب. المشكله الان بالهواء اللي بمر على الكويل بسرعه وبضل ماشي وما بالحق يفوت على الالترا فايلت لايت، لذلك اذا بدنا نعمل تعقيم للهواء زائد نستغل الالترا فايلت لايت في تعقيم الكويل يجب ان نحط بعده زي ما حكينا H13. اما اذا كان فقط لتعقيم الكويل ما في مشكله، ما في داعي تركب هيبا فلتر بعده، وبالتالي يصبح المصطلح الحقيقي لاستخدام اليو في هو فقط لتعقيم وتنظيف الكويل فقط لا غير، وبتكون كفاءته في تعقيم الهواء يمكن 1-5% شو ما كان. هذول المصطلحين ضروريات يعني ان نفهمهم فعلا، ونحاول انه نحكي يعني spread it out of our mouth للناس اللي بتشتغل بهالفيلد بانه الالترا فايلت لايت حل كويس، بيعطيك مشاكل، بخلصك من مشاكل البكتيريا العفن، امور جيده زي هذه، لكن اذا بدك تستخدمه في تعقيم الهواء بده يكون مباشره بعده هيبا فلتر او اعلى، او يكون معاه اذا بدك للكويل فقط ما في داعي للهيبا فلتر، فانت تستهدف بس منطقه الكويل والاسطح الداخليه للاكوبمنت. هلا الالترا فايلت لايت مشكلته كمان باللايف تايم تبعه قصير زي ما حكينا، الافكتيف تبعه تقريبا لغايه 9000 ساعه بيعطيني كفاءه تقريبا 80%، بعد ذلك من 10-12000 كفاءته بتقل ويفضل هنا استبدال. تمام، تفضل مرسيليا. سوري، العمر الافتراضي تاعه 8000 ساعه عند اي تمبريتشر؟ يعني سبوز اني انا بشتغل بهالالترا فايلوت بس كولينج، او بشتغل بوث كولينج وهيتينج، ال 8000 الى 12000 ساعه
عند اي درجة حرارة عمل؟ يعني معك من 2 لغاية 57 بتضل الكفاءة تقريبا يعني على المدى الطويل والعالي. تمام؟ اذا تمام. شوي بعدت على 57 ممكن الكفاءة تصير بدل مثلا 195 بالبداية، طبعا بداية الشغل. طب بداية الشغل بتكون اقل شوي، يعني مثلا زي ما حكينا 92 95 98، بس هي لغاية 57 درجة الالترا فايلت لايت بضل شغال بطريقة جيدة. طبعا سبجكت ان نحافظ على زي ما حكينا يعني انه يكون معه فلتر غبار لا يقل عن 11 حتى نحافظ على الغبار، ومع ذلك نحافظ كمان على الصيانة الدورية له. والنقطة الأهم من ذلك كمان اللي الشباب اللي بتشتغل باليوفي أو إن شاء الله يعني بنتشر الموضوع عندنا بالماركت وإذا كان مقبول بالنسبة للكلاينت أو غيره، مهم جدا موضوع الكهرباء. الألترا فايلت لايت بتيجي عادة عليها مثلا كهرباء لازم تحط تقريبا 220 فولت. هلا اذا كان عندنا مشكله في تردد الكهرباء 210 230 راح تاثر كمان على موضوع الالترا فايلت لايت وشده الاشعاع او نقص الاشعاع. فبالتالي يعني مهم جدا انه يكون الالترا فايلت لايت اكويبد بنظام او في بنسميه احنا بوكس ليزر للجنريشن بحافظ على الفولتيه، وبتصير كل فتره وفتره عمليه كاليبريشن للفولتيه عليه حتى ما الالترا فايلت لايت يعطيني شده اشعاع او ينقص الاشعاع. هذا شيء بيدخلوه جماعه الصيانه دائما، يعني بعد مثلا شهرين ثلاث لاقي عليه غبره كثير، الفولتيه كانت عاليه واطيه، بصير عندي انخفاض في كفاءه الالترا فايلت لايت سواء كنت انا بحاجته لتنظيف الكويل او تعقيم الهواء او الاثنين مع بعض. تمام، هذه برضو ناحيه مهمه جدا بعمليه الصيانه والكالبريشن، تنظيف كامل كل فتره وفتره من الغبار، زائد موضوع المهم اللي هو موضوع الكالبريشن للفولتيه. تمام، هلا في طبعا الالترا فايلت لايت بتشتغل على داخلها جنريتر بيشتغل على فولتيات 240 بحولها ل 220 او ل 24 او لكذا حسب المصنع وحسب البرودكت اللي بيجيبه وشو انتاجه تقريبا. تمام خلينا نشوف هلا مضار الالترا فايلت لايت. كمان الالترا فايلت لايت كثير لها مضار طبعا على الانسان اللي تعرض لها بشكل مباشر. الآن صار في بعض التطبيقات للألترا فايلت لايتس الغالية الثمن بتكون إذا طلعت عليها أنت فعلياً ما بتأذيك. تمام، هذا بيكون معالجة للأسطح لكن بيكون جداً وبيكونش عندي مثل طبعاً أغلبه برايس أورينتد، فبالتالي إذا كان سعر المنتج عالي ما حدا راح يشتريه إلا. فلذلك الألترا فايلت لايتس التقليدية اللي سعرها في متناول الجميع إلها برضو محاذير. فالألترا فايلت زي ما أنتم شايفين اللي هو السيل جيرميسايدل تايب اللي طول موجته من 200 ل 280 نانومتر تقريبا، هذا اذا انت طلعت عليه مباشره راح يسبب لك ضعف في النظر، مع المدى الطويل ممكن يؤدي للعمى اذا قدرت تتعرض عليه بشكل كبير. لذلك بعض الاستخدامات اللي يستخدم فيها لتنظيف الكويل او للزيوت الموجوده داخل الكيتشن هود احيانا بحطوا برضه يو في لايت، لازم دائما يكون عندي سيفتي ديسكونكت سويتش مباشره لما حدا يفتح المكنه بطريقه خاطئه وبطريقه نحكي مش صحيحة 100% ممكن يتأذى. فبالتالي دائما من السيفتي اللي لازم يستخدم فيه الألترا فايلت لايتس إني أنا أشبكه مباشرة مع ديسكونكت سويتش أو سيفتي سويتش، بحيث إذا إجا حدا فتح البانيل مباشرة تفصل عنه الكهرباء مباشرة، حماية للناس وحماية للشخص اللي بده يعمل صيانة أو حتى للأوبريتر اللي بيشتغل فيه أو اللي بده يركبه حتى أو يعمله صيانة، لأنه مباشرة بيؤدي لسكين كانسر. الأنواع الأخرى اللي مش مستخدمة عندنا بطريقة عادية اللي هي UVB والUVA ما بنستخدمها إحنا في applications عندنا بطريقة موجودة، إلا أحيانا البي في بعض الفيزيوثيرابي الموجود بيكون عندي أنا ultraviolet light B بيروحوا بتعالجوا عشان مرض هشاشة العظام، بيحطوهم أحيانا في equipments خاصة فيها ultraviolet B وهو غير مؤذي أصلا يعني ماشي، لكن برضو النظر والتعامل المباشر معه ما يعني ضرره أقل من السي، بس بيعمل لك احمرار مثلا في الجلد أو مثلا تقرحات بسيطة أو سوداد، لكنه برضو التعرض له كمان مضر جدا. هلا في بعض الصناعات اللي بيستخدم اليو في لايت كمان في إكويبمنت مثلا بيستخدموها في صناعات السيمي كوندكترز، مثلا داخل الإكويبمنت هذه بيكون فيه ألترا فايلت لايتس مثلا طول موجتها أعتقد 190-193. في تطبيقات ممكن أستخدم فيها ألترا فايلت لايتس بموجات أقل شوي يعني 120 نانومتر مثلا، استخدمناها مرة بالإمارات في مشروع قصر الإمارات لتنقية مياه الحمامات كامل، عفوا هواء الحمام كامل وإعادة استخدامه وتدويره في أماكن بحاجة لهواء، وفعلا كانت كفاءته عالية وتم استخدامه طبعا مع
كيميكال فلتر او مع تقنيات اخرى موجوده. تمام، هذا الجدول بس بوضح طبعا البرزنتيشن راح ابعتها للجميع اللي بيحب احصل لكم اياها ان شاء الله عليها، بتشوفوا فيها هاي الامور وهي المحاذير الصحيه عليه. اهم شيء طبعا موضوع الالترا فايلت لايت يكون موضوع السيفتي كثير مهم، وانه يكون دائما اللي بركب الجهاز او بطلب الجهاز او بيحاول يسوق الجهاز او يبيع الجهاز او اللايت يكون دائما مع سيفتي ديسكونكت سويتش، يعتبرها ماستو لازم انه يبيعه للزبون، لانه بدونه اي حد بيعمل صيانه جاهل ممكن يفوت يفتح مكان اللايت يصيبه كانسر لا سمح الله او يؤذي عينيه الى اخره من المشاكل الصحيه اللي بتكون موجوده وبتطلع. هلا بدي اقارن بهذا السلايد مقارنه بسيطه، بس قبل هاي المقارنه نرجع للي بعت لي يا مهندس. المهندس اللي شاركنا قبل امبارح بمشاركه ممتازه على تقنيه مستخدمه، طبعا هي حديثه قديمه من حوالي 10 سنوات، موضوع الاكسيديشن، كيف بتم او دخول الاكسيديشن بالنسبه لتنقيه الهواء وعواملها. الان في كثير تقنيات جديده يستخدم فيها الالترا فايلت لايت مع معامل مساعد غير الهيبا فلتر، مثلا بيستخدموه عن لانتاج عمليات نحكي مثل او انتاج مواد زي الاكسجين اللي هو قليل الكثافه، او بيكون عندي الهيدروجين بيروكسيد اللي هو برضه بليتش او نحكي برضه بيساهم في التعقيم بشكل عام، وفي منه بعض نحكي البرودكتس اللي بتعطيني مثلا كمان ماده الهيدروكسي. هلا الهيدروكسي كاستخدام كثير ممتاز، يعني انا عندي مثلا برودكت في امريكا او مصنع بيعمل نفس التقنيه بسميها فوتو كاتاليست تكنولوجي، بنفس الشيء اللي بعت لي انت مهندس. نعم. لكن البرودكت تبعه شو بيعمل؟ الباي برودكت بيعطيك ايونز وبيشتغل لك الكترونز، وهذا على فكره نفس مبدا الباي بولر ايونايزيشن بشكل عام. ماشي. لكن شو بيعطيني؟ بيعطيني هيدروكسيل. الهيدروكسيل شويه سيف وما بيطلع باي برودكتس اخرى بتفاعل مع الاجواء اللي حواليه، والمنتج بشكل عام من اي مصنع موجود اذا بتعامل بطريقه الفوتو كاتاليست هو يو ال ليستد وابروفد. اللي بعت لي امبارح في بس ملاحظه واحده وانا بدور عليه بالسيفتي وبالكذا، لقيت انه في عندي الهيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد هذه زي ما حكينا ماده بليتش، وماده اصلا التعرض لها بمقدار 1 بارت بير مليون حسب الاوشا مضر، فبالتالي انا ما بعرف قديش ممكن يسافر منها مع الهواء ويدخل للمنطقه اذا ما صار تفاعل كلي مثلا مع الكونتامينيشن الموجود. تمام، بس اذا الجماعه بعتوا داتا شيت وكانت الامور تستد وسيرتيفايد وما تطلع شيء معين بسافر معها على الزون، بيكون كثير المنتج باللي بيحكوا فيه كثير رائع. وعندي كمان ملاحظه صغيره كمان، الهيدروجين بيروكسيد لما يتفاعل مع الغازات اللي حواليه ممكن يكون الباي برودكتس تبعته الاوزون، وبالتالي بدنا نطلع على كميه الاوزون اللي بتطلع منه، هذه مهمه جدا. والملاحظه الاخيره انه بيطلع كمان غازات اخرى زي الهيدروجين سلفايد اللي هي عباره عن توكسيك اذا وصلت ليميت عاليه، مثلا 1 جزيء بالمليار زي ما حكينا سابقا في بعض المحاضرات، اذا وصلت 1 بي بي يعني جزء من المليار بكون بديت انا مرحله الضرر. فبالتالي هذا المنتج لما يعني او الفكره اللي بعتها اذا كانت فعلا في منها وتستد وكانت الباي برودكتس ضمن الليميتس وما بسافر كميات كبيره، فايتس فيري نايس وتكنولوجيا كثير رائعه، وبتختصر شغله واحده كويسه انه ما في برشر دروب عليها. يعني الفوتو كاتاليست والفوتو هيدروكسيديشن تقريبا برشر دروب 40 باسكال 60 باسكال، وبيعطيك كفاءه عاليه على الفلتريشن، قد تصل على فكره لغايه 90 مثلا 7% على 0.03 مايكرون كمان، يعني اقل من اللي نحكي الكورونا وحجم الكورونا. هلا بضل بس الحذر الوحيد انه اليو في لايت علميا كل الدراسات، حتى راح ابعث لكم هلا دراسات من جامعات ومن كذا، بيشتغل على الدي ان اي بفعاليه 100% 95% وطالع. الفيروسات اللي بتحتوي ار ان اي وليس دي ان اي لسه ما يعني ما في ابحاث كثير عليها انه فعلا بيشتغل عليها، هو قد يكون بيشتغل لكن كفاءته هل هي زي كفاءه الشغل على الدي ان اي تبع البكتيريات؟ هون اللي بدنا نعرفه احنا نحاول نبحث عنه. بس انا فعليا يعني في ال 17 سنه خبرتنا في هذا المجال انه موضوع الفيروسز دائما عليه ليميتيشن بالنسبه للالترا فايلت لايت بشكل عام. هلا بالنسبه كمقارنه سريعه اخر سلايد بنحكي فيه بالنسبه للالترا فايلت لايت ولا الباي بولر ايونايزيشن، انا وين ممكن اروح بسوليوشن معين لتقنيه معينه؟ هلا زي ما شفنا بالمحاضره الالترا فايلت لايت دائما هجومه او بيشتغل كويس على المايكرو اورجانيزمز البكتيريا، العفن، السبورز، المولد سبورز اللي بنسميها اللي هي جزيئات العفن او جراثيم الناتجه عن العفن،
الفيروسات بدنا نحكي فيها شوي علميا خلال الفترة الجاية، هل فعلا بيشتغل ما بيشتغل، بدنا نضطر نقرأ أبحاث أكثر على الموضوع، لكن الدي ان اي على البكتيريا وارد وواضح وأموره واضحة. هلا لاحظ بنلاحظ انه الليميتيشن تبعت اليو في سي ليميتد، يعني انا ليميتد بس للبكتيريا او المايكرو اورجانيزمز وليميتد للمولد، تمام. طب وين راحت بقيه الاشياء؟ احنا هدفنا دائما نامن بيئه داخليه صحيه كويسه لمنتج يشتغل على الجراثيم ويشتغل كمان على الفي او سيز الاخرى وعلى المخرجات التنفس للإنسان حتى تعطيني فعلاً بيئة صالحة ويمنع تراكمات هاي الأشياء كلها وأتخلص من الغبار وإلى آخره. وبالتالي ملاحظ البايبولر أيونيزيشن مثلاً بمقارنة سريعة وعلمية بالنسبة للميكروبس مثلاً الإفشنسي على اليو في 95%. الإفشنسي بالنسبة للبايبولر أيونيزن أو نحكي الأيونيزيشن تقنياته بشكل عام تقريباً بتوصل للـ70%، تمام؟ هلأ نحكي اليو في سي تمام، لكن بالنسبة للأودر كنترول اليو في سي له محدوديه قليله جدا في التعامل مع الفي او سيز. البايبولر طبعا فيري جود الى اكسلنت. اللايف تايم تبع البايبولر ايونايزر اكبر من اللايف تايم تبع التيوبس، يعني انت بتحكي على 32000 ساعه تقريبا شغل بكفاءه 70% اذا بنحكي بس على بكتيريا مش بنحكي على امور اخرى او فيروس، تمام. فبالتالي بنحكي عن تقريبا 3 أضعاف عمر اليو في. فبالتالي كلفه نحكي تغيير او صيانه البايبولر ايونايزر بالتقنيه الموجوده عندي بتكون اقل من دائما من اليو في، وعلى الحالتين حتى انا احصل على كفاءه عاليه في قتل الجراثيم والبكتيريا بدي اضطر احط ميرف 13 اللي هو هيبا فلتر مع الالترا وايت لايت، ماشي. لكن مع الايونايزر شويه الريتنج بنزل، يعني ممكن انا احط ميرف مثلا 13 او ميرف 11 مش اتش 13 وممكن يشتغل معي لانه بيطلع اصلا عباره عن كومبينيشن كهيبا فلتر. يعني اذا لاحظنا عاش 62 واحد او 90 واحد بيحكي لك دائما الكومبينيشن اللي بتطلع من الباي بولر ايونايزيشن كاوفر اول افشنسي هي تعادل اتش 13، يعني هي تعادل هيبا فلتر، تمام. والايونايزر بيشتغل على موضوع الفيروسز، في دراسات كثير وابحاث وريسيرش موجوده ومنتجات اصلا موجوده في العالم كله المتطور طبعا اوروبا وامريكا بتشغل الباي بولر على الفيروسات ومطلوب فيها شهادات طبعا فحص عالميه. بضل عندي كمان كلفه الصيانه بعاده اللي هو اليو في سي بيكون دائما زي ما حكينا كل 9000 ساعه هناك تقريبا اعلى منه، فبالتالي اليو في لايت ممكن يقعد 6 شهور 3 شهور. في حاله الايونايزر النظام بده تغيير مثلا بعد سنه الى سنه ونص، وهذا برضه كلفة. فبالتالي بضل المهندس دوره أو الخبير في تقدير النظام اللي هو بده يركبه، يعني أنا أروح على يو في سي وهيبا فلتر ولا أروح على باي بولر وحاجة مساعد زي الفوتو كاتاليست مثلا وأخفض معي الكلفة، ولا أروح على كومبينيشن زي الفوتو كاتاليست. هون بتصير رأي المهندس الفني أو المهندس الخبير أو المهندس اللي بدرس النظام أو بده يوافق عليه أنا شو أستخدم فعليا بهذا المجال، تمام. طبعا السي اف ام او المعامل الهواء بيلعب دور طبعا بتحديد التيوب. طبعا الالترا فايت لايت اللي هو تقريبا طوله 20 انش، يعني نحكي 40 20 ب 2 يعني نص متر تقريبا، بتعامل مع حوالي 1000 سي اف ام. الايونايزيشن تيوب بنفس الكفاءه بنفس الطول بتعامل مع 800 سي اف ام. في فروقات بسيطه بالموضوع الفلو ريت اللي بتعامل معها، طبعا كل هذا عشان نحافظ احنا على كفاءه النظام. يعني تقدر انت تشغل الباي بولر على 1500 لكن كفاءه بترجع بدل ما هي مثلا بتصير 70 80 بتصير الكفاءه 40%، تمام. هذا اللي حبينا يعني نوضحه اليوم بالنسبه لموضوع الالترا فايلت لايتس وبالنسبه ل يعني استخدامها بشكل امن، محاذيرها اللي ممكن تستخدم. يعني انا لو سئلت مثلا كخبير في الموضوع ونحكي الدراسات اللي حتى انعملت حتى مع نقابه المهندسين، احنا نزلنا شيء على الالترا فايلت لايت وكتبنا عليه يستخدم في حاله مثلا عدم وجود فريش اير وبحاله عامل مساعد مثلا للتنقيه، لكن برضه بمحاذير لازم يكون قبله ميرف 11 حتى نحميه من الغبره، وباقي السيستم حسب راي الخبير او المصنع او ما ينص عليه الكودات. فبالتالي يعني ضروري نفهم هذا الموضوع وضروري نعرف محاذير استخدام اليو في لايت. اليو في لايت انا لو قدر الي مثلا اني اوافق على مشروع بده يركب يو في لايت راح احطه بس على تنظيف الكويل بس فقط لا غير، ويكون التارجت تبعه في المواصفات اني انا بستهدف تنظيف الكويل من المايكرو اورجانيزمز ومن الغبار ومن المويستشر، وبالتالي برفع من كفاءه الكويل وقدرته وبعمل سيفنج شوي للفلوس. اذا بدي اضطر استخدمه لتعقيم الهواء راح نضطر نروح لموضوع الهيبا فلتر بشكل 100%، يعني بدون نقاش وبدون جدال لازم معه هيبا فلتر.
فبالتالي بصير عندي الحلول الأخرى مطروحة أكثر من موضوع الألترا فايلت لايت في حالة أنا بستهدف إني أنا أعقم الهواء بشكل كامل ولا بس أعقم الكويل بشكل كامل. بس هذا يعني اللي حبينا نوصله اليوم واللي حبينا نحكيه بهاي المحاضرة السريعة، حتى برضو يعني الناس تفهم الأمور وتفهم المحاذير وتعرف تتعامل معها بطريقة صحيحة 100%. ويعطيك العافية. بدأ سأل شيء مهندس داود، مهندس إيليا. الله يعطيك العافية مهندس رامي، يعني دائما مبدع ودائما في عندك معلومة تستحق الاحترام يا باشمهندس. الله يخليك مهندس، الله يسلمك. بس أنا تصديق لحكيك هلا موضوع إنه إحنا بعد إذن المهندس داود إن أنا تعديت على الدور وحكيت كمان، يعني إحنا تجاربنا العملية ما استعملنا للهواء كثير، هل طلعت فانتازيا جديدة بجوز بالبابليك إيريا تكون طبعا مش للفيروسات، للبكتيريا ممكن، وأعتقد كمان استخدامها بمناطق فيها ميكسينج بوكس مش توتالي فريش إير ممكن تكون مع السيركوليشن سافيشنت لتفت. يعني التايم كونتاكت اللي حكيت عنه أنت مهم جدا اليوم، إذا الهواء بده يعبر بسرعة وتايم كونتاكت هاي تجاوز ثواني أكيد ما رح يكون إفكتيف كتير، والدليل إنه عندنا بالووتر لما يكون عندنا أوفر فلو تانك أو آر سي سي تانك كلنا نستعملها ك طريقة تايم كونتاكت يكون أطول بالمي معرضة للتنكات. صحيح صحيح 100% 100%. وبعدين السرعة اللي حكيت عنها باش مهندس إنه لما نحكي عن 600 فيت بير منت اليوم قديش إذا عندنا إحنا public area fresh air handling unit قد تصل مثلا نحكي بفندق 40-50 دور، نحكي عن 26-50 ألف سي اف ام، قديش بده يكون عندي وعندي pressure drop عالي مع هيبة فلتر واللي على الـ 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 وعلى الالترا فايلوت تيوبس اتسلف، قديش بده يكون حجم الدفت ولأي سرعة، يعني شيء مش ابليكابل كثير انا شايفه صراحة. يعني مظبوط كلامك، هو بده مهندس دراسة علمية فعلا، يعني تحط ارقام وتحط كالكوليشن وتبلش تصمم حتى تعرف انت السوليوشن بزبط ولا ما بزبط. يعني انا فعليا شايف موضوع اليو في لايتس المكان الوحيد اللي ممكن نحصل فيه سرعة 500 فوت بير منت اللي هو المضمون هو عند الكويل، هذه المكان المضمون وكلنا بنتفق على هذا الشيء. هلا داخل مسار الدكت اذا تشعبت المسارات زي ما تفضلت وكان مشروع كبير وين بدك تلحق دكت في الكنترول؟ الكنترول صعب كمان، والكنترول عليه والاكسس والتنظيف والحمايه والقصص هذه. مهندس سؤال هيك عابر شوي للموضوع، هلا الالترا فايلوت ابليكابل لموضوع اللوجينيلا اللي كنا نحكي عنه سابقا انه بيعقمها مثلا بيقتلها؟ هلا اللوجينيلا بالنسبه لليوفي لايت قصدك اللي هي داخل تبعه المي، بالمي ممكن تكون سافيشنت تقتلها؟ مجرب شيء مثلا هو بيشتغل عليها بس بنسبه قليله. الاحسن اللي باللوجينيلا انك تسخن المي دائما، احسن شيء تسخن المي، سخنها لحراره 60-55 تويل كيل اول ذا بكتيريا. انه انا مثلا لما كنا نشتغل مثلا الكليه الصناعيه الالترا فايلوت كانت سافيشنت، فممكن انها تكون مثلا للوجينيلا هي ابجريد يعني ممكن تقتلها؟ ممكن مهندس، طبعا طبعا ممكن 100%، بس بدك تتاكد من النانومتر يعني كم طول الموج اللي لازم تستخدمه عشان اللوجينيلا، فبالتالي انت بتقدر تستخدم. بقدر اجيب لك المعلومه يعني بشكل سريع، يعني ان شاء الله بالاخير بكره بتكون عندك. الله يبارك فيك. بس اعطيك بالضبط النانومتر قديش وشده الانتنسيتي تبعت اليو في لايت قديش لازم تكون حتى تحصل انت الشعاع مع الحراره الموجوده عندك. طيب مهندس رامي، اي دمج على التيوبات تاعت الالترا فايلوت ايش السايد افكت تاعتها ممكن تكون؟ هلا الدمج فيه طبعا اليو في كصناعه في داخله مجموعه عوامل، في منه بيدخل بصناعته الفلورسنت، في منه بيدخل بصناعته فسفور، يعني حسب اليو في. انا مش يعني قريت عنه بس مش كثير حافظهم بصراحه الماده المصنع منها، لكن في بعض الاشياء اذا صار دمج ممكن الزجاج نفسه يدخل ويعلق ويصير جزء من الدكت. هلا الدمج الثاني الماده الداخليه اللي فيها يعني اذا صار ديبليشن فيها مثلا ممكن تكون قاتله مثلا داخل الدكت. في بعض المواد ممكن تكون سامه، اما قاتله مش متاكد لكن ممكن تكون سامه طبعا. اذا الفلورسنت طلع وتنفسته واستقر برئتينك هلا راح يعمل دمج. وغير الفلورسنت كمان راح ابعث لك اليوم داتا شيت فيها مواد مصنعه من اليو في، تقدر تعرف شو المواد الخطره، وبتقدر اذا بدك تروح على اوشا تعرف الليسته تبعت خطورتها برضه موجود المواد. يعني حبيبنا مهندس رامي ممنون جدا لك والله يعطيك الف عافيه يا رب. الله يعافيكم جميعا. مهندس داود بدك تسال سؤال؟ مهندس داود هل معنا؟
طيب الله يعطيكم العافية، بدنا نختم هنا وجزاكم الله خير يا جماعة، واللي بيحب أنا حاطي أعمل شير للبرزنتيشن هذه إن شاء الله قريبا، وراح ننزلها على اليوتيوب اللي بيحب يشوفها برضو موجود، والسلايدات راح أعمل شير عليها على الواتساب على الجروبات. تسلم بشمهندس، شكرا لك. الله يعطيكم العافية جميعا، تحياتنا لكم، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.